السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، صحيحتكم لاباس، اموركم مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا نهار جديد، فلوق جديد. مهم، قولوا لي كي درتوا، لاباس عليكم؟ قولوا لي واش دخلتوا وليداتكم المدرسه؟ كيفاش جاتكم الدخله؟ كيفاش جاكم اختي التوجاد؟ وجري عليا نجري عليك، وبدينا بالمشوار. ايوا الحمد لله، الحمد لله على كل حال. والله يحفظهم لينا، والله يرزقنا الصحيحه والرزق والصبر باش نكبروا هاد الوليدات يا ربي. المهم قولوا لي الناس في التعاليق ديالكم، اللي عندها وليدات مازال صغيورين بحالي انا ريان، يلا غندخلوا ليكول. دخلتوا هذاك العام، ولكن دخلتوا لواحد المدرسه غير حدايا، يعني راكم عارفين البنات دوك المدارس اللي عاديين. ولكن نشوف لقيت يعني ما كيستافدوا صراحه، ما استافد والو انا ريان، ما كنتش كندير نهار كامل، وقيله هذا هو الغلط اللي كنت كندير. ملي جيت نشوف ما لقيتش استافد يعني حتى شي حاجه. ايوا صافي، وقررت هذا العام ان شاء الله باذن الله باش ندخلوا هكا مع الياس. المدرسه اللي كيقرا فيها الياس نيس، قلت ندخلوا هكا يقراو بجوج وصافي. هذا الشيء اللي كاين هنا، كنت يلا فقت الصباح، مشيت خرجت اولا هكا شربت قهيوه، فطرت برا الصراحه على برا، عجبني الجو اليوم، كان مشي مش صافي. من بعد تركت ربع عمر، تقديت لهم هذا الشيء اللي كتشوفوا فيه دابا. بالنسبه لهذا الصاك هذا كنت خديته لهم من القريعه، كنت خديتو نهار قبل ب80 درهم. بالنسبه لي لانش بوكس يعني لي بواط هادو، هما اللي خديتهم من درب عمر، الصراحه الثمن جد مناسب. شوفوا شحال من مره كنقول الصراحه، لاحظت راسي في المونتاج كنبقى نقول صراحه صراحه صراحه. المهم ما تديوش عليا، نرجعوا للموضوع. كيف ما قلت لكم مشيت خديت لهم لي بواط ديال لانش بوكس. انا ما كيعجبونيش اللي كيكونوا فيهم يعني مقسومين بزاف، ما كيعجبونيش، كيحكموا عليا شنو خصني نصيب لهم. فكناخذ هذه هكا كتكون زعما وحده وكتكون غارقه هكا، صايبت ساندويتش، صايبت لاباط، صايبت اي حاجه مثلا، كتجيني زوينه. صافي خديتها، والصاك كيف ما قلت لكم الصاك خديته ب 80 درهم من القريعه، وبالنسبه للابواط خديتها من درب عمر بالثمن ديال 45 درهم. هذا هو الثمن باش خديتهم، كاين تما ما نقولش لكم العجب العجاب. صافي وخديت هذا الصاك هذا، خديته ب 55 درهم الثمن، يعني اللي قال هو ديال الجمله. من حتى هو من درب عمر، القريعه حتى هي خديتها من تما، كلشي هادشي اللي غنوريكم دابا خديته من درب عمر. صراحه الثمن مناسب، هاد القريعه ب 20 درهم وزوينه براتيك، وحتى الوليد يعني شافها وعجباته. راكم عارفين كيبغوا داكشي ديال الزواق وهذا، المهم ما عندنا ما نديرو، كتحل من هذيك اللعيبه، جات زوينه. وهذه خديتها لولدي الكبير يعني الياس، الله يحفظهم يا ربي، يا ربي تحفظهم ليا، والله يفرحكم حتى نتوما ووليداتكم. خديت لي هذه تبارك الله كبيره وغارقه، حتى هي ب 50 درهم، زوينه رخيصه. من بعد قلت ان شاء الله وغادي نزيدهم وحدين اخرين هكا باش نبقى فهمتي، مره دير اليوم هذه مره هذه. الناس غندوزو الشرايات، يعني خديت لي هاد الكراسه هادي لقيتها في درب عمر ب 10 دراهم. البنات اللي باغيينها ليكم دابا منين خديت هادشي، هادشي خديته من درب عمر بالضبط من قصاريات رمضان. غتوصلوا لكراج علال، غتفوتوا شنو نقول لكم، غتفوتوا كراج علال وغتهبطوا ديريكت حتى لواحد البلاصه، واحد الفيروج غيبان لكم مكتوبه فيه قصاريات البيضاء، تما غتبلاصيو وغتهبطوا على رجليكم، حيت ما غاديش تلقاو فين تستاسيونيو الا كنتو غاديين في الطوموبيل. من بعد غادي نتمشاو شويه على رجليكم، غتسولوا على قصاريات رمضان، اي واحد سولتو غادي يوريها لكم، فيها داكشي خيالي. عرفتي هادشي اللي بارطاجيت معكم راه والو بالمقارنه مع داكشي اللي محطوط تماك. والاثمنه كيف ما قلت لكم ما كتفوتش 50 درهم في اللانش بوكس اللي بغيتو، كنقول لك اللي بغيتو، داكشي فن كيحمق، اثمنه جد مناسبه. كنت خديت لهم واحد لي بواطو كي ما عجبونيش، وغادي نرجعهم دابا لمولاهم، وغادي ناخذ في بلاصتهم شي حاجه اخرى. وفي القريعه لقيتهم غاليين البنات، ديال 50 درهم لقيتهم 80 درهم في القريعه، 100 درهم. ايوا هذا هو الفيديو ديالي، كنتمنى هذا الشيء يكون عجبكم، ونكون هكا درت لكم شي افاده، يعني تكونوا استفدتوا واخا غير شويه، يعني نكون بارطاجيت معكم شي حاجه زوينه. ودابا غادي ندوزو نشوف باش نكمل لكم هذا الفيديو هذا، نشوف لقيت شي وصفه هنايا غادي نقادها في المونتاج وغادي نحطها لكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم البنات. واللي اول مره كتشوف القناه معك هاجر من قناه ام ريان، يلا بسلامه. نقول لكم انا بسلامه دابا، ولكن غنخليكم مع شي غوسيت كاع عندي هكا في التليفون غنبارطاجها معكم. نعم يلا باي باي.
ايوا اختي الله يسمح لنا من الوالدين، شوفوا هما تقديت لهم داكشي اللي خاصهم ابار هادشي، تقديت لهم حويجات فنين. الا بغيتو نبارطاجيو معكم مرحبا، نوريكم الحويجات اللي خديت لهم، داكشي غزال وثمن جد مناسب. وهنا اختي دزت عجنت لهم هاد المخيمرات بالزرع جو عرين، حتى هما غادي نحط لكم الوصفه لان ولادي بغاو يحمقوا على هاد الساندويتش هذا. وهنا خديت قطع ديال الدجاج قطعتهم هكا ايمانسي ودرت لهم التوابل يعني عطريه العاديه، ولا كانت عندكم العطريه ديال الشاورما ضيفوها راه كتعطي واحد اللذه خطيره. انا دزت حتى ورقه سيدنا موسى، الزعتر، اليازير، مليحه شويه ديال البزار، خرقوم بلدي، المهم التوابل العاديه، وشحرت لهم هادشي. كانوا هنا مازال ناعسين وانا فقت قبل منهم. بغيت نوريكم هادو صوبتهم ليهم البارح في الليل وبيتهم هكا مغطين جو رطيبين وخاوين من الوسط وفنين، هكا درتهم ليهم باش ندير ليهم ساندويتشات على حسب نتوما وليداتكم، شوفوا شنو كياكلوا ليكم في الساندويتش. بالنسبه لي انا فكيبغيو غير الدجاج مع الفرماج، وكيبغيو غير المايونيز صراحه، مابقوش كيبغوا لي لي صوص الاخرين، ولا كيبغوا لي غير المايونيز. وبالنسبه للكبير كيبغي لي الزيتون كورنيشون كنديرهم، نتوما ديروا اللي كيعجب يعني هكا اللي كيبغيو وليداتكم ديروه، يعني كورنيشون خاص، الزيتون، مطيشه، بصله، اللي كيبغي شي حاجه يزيدها في هاد الساندويتش. انا غير بارطاجيت معكم غير الفكره، وانتم موديفيو فيه كيف ما بغيتو. هنا كنبارطاجي معكم انا شنو غادي ندير لهم في الساندويتش ديالهم، كيجي خطير 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 خطير، وكيبقى زوين. وحتى هاد الخبز هذا مع صحي ديال الزرع، وخا كيبقى كيبرد يعني كيتكال بارد، يعني ماشي بحال تاكوس ملي كنصايبو ليهم داك العيش كي بحال كيلوى ما كيبقاش زوين، يعني ما كيعجبهمش الصراحه، ما كيعجبنيش حتى انا فاش كيبرد. صافي هنا اول حاجه كيف ما كتشوفوا غادي ندير صوص مايونيز، كنت غندير الحار وانا نقول بلاتي تندير هاد هذا الدجاج. بالنسبه للدجاج ملي طاب حطيت فوق منه هاد القطع ديال الجبن اللي كيكون مربع ديال الساندويتش، درتها حتى دابت وحطيت هكا شوفوا ليا. من بعد غادي نزيد كيف ما قلت لكم الزيتون مقطع، وغادي نزيد الكورنيشون. هاد الساندويتش هذا ممكن تضيفوا ليه بصيله مشنفه رقيقه شنيفات رقاق، مطيشه حتى هي مقطعه شنيفات رقاق، وكتزيدوا معاه الخس الا بغيتوا. وهذا ما كان، هذا هو الساندويتش، كيجي لذيذ جدا. قلت لكم كاع باللغه العربيه الفصحى، جربيها اختي وردي عليا. والله الا انا درتو هكا الوليدات وتغدينا منه انا والزوج الكريم، جا رائع جدا جدا. ايوا صافي اختي هذا ما كان. من بعد غنحط لهم لي بواط ديالهم في اللانش بوكس، وعاد انا غنوض نخرج باش ندير شويه ديال لا مارش في الجريده اللي كنقول لكم دائما كنمشي لها جات الفوق في كاليفورنيا. من بعد مني كنت هابطه عاد دزت قديت شي حاجه كانت خاصاني ليهم المدرسه، ما بقيتش كنبغي نبارطاجي معكم كلشي 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 باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف اكثر من القياس، ولكن على العموم كنظن ان الفكره وصلت وداكشي اللي بغيت نبارطاجي معكم وصل. وغنقول لكم بالنسبه لي اول مره كتشوف القناه ديالي، معك اختي هاجر، مرحبا بك، نتمنى انك تشتركي في القناه هكا باش دائما توصلي بالجديد ديالي. وهنا غنرجع للفيديو باش نقول لكم الناس اللي غيقولوا لي ما ديريش الالومنيوم، غنقول لكم باللي الالومنيوم درتو في الساندويتش حتى برد تماما، عاد درتو يعني حتى فيقت الوليدات وفطرتهم ولبستهم حويجاتهم، عاد درت الساندويتش في البابي الومنيوم، دونك الساندويتش كان بارد بزاف بزاف. هنا كنبان لكم حسام كيقلب كيشوف شنو اللي بارد شنو اللي سخون، يعني واش القراعي ديالو باردين ديال الماء، المهم راكم عارفين داكشي ديال الوليدات. المهم بغيت نسولكم قولوا لي واش حسن نتوما وليداتكم يعني ما بزز بزز الا كراو لكم شي حاجه خفيفه في الفطور. انا ما كيبغوش يفطروا، يعني سخنت المسمن وعمرت اتاي ما خليت ما حطيت، فينالمون ركشتو درت ليه المسمنه غيديها معاه للمدرسه، ودرت ليه بيضه مسلوقه الحمد لله كلاهم عجبوه، قال لي ماما عجبني بزاف البيض مسلوق ومسمن هكا في ليكول، درتهم ليه هكا في الفطور. وفي اللانش بوكس الثاني درت ليه هكاك داك الساندويتش، ومن يرجع من المدرسه قال لي ماما عجبني بزاف صراحة، يعني بقى يديري لنا ديما 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 بحال هاد الساندويتشات. ايوا اختي هذا ما كان، نتمنى انتم وليداتكم تجربوا اليوم هادشي اللي درت ليهم ويتردوا عليا ونقولوا لي كي جاتكم الفكره، واش تبغوا نبقى نبارطاجي معكم بحال هكا افكار ديال لانش بوكس. وهنا اختي كان سال الجهاد الجهاد من الفيقه وزرب زرب 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 ملي كيمشي وعاد كتشوفي اش خاصك. انا هنا خرجت اختي ندير شويه ديال لاباغش، نتمشى شويه ونشم الهواء النقي، ومن بعد نرجع للدار. كيف ما قلت لكم دزت قديت شي حاجه وعاد رجعت هكا الدار، دوشت وكانت ديجا الدار نقيقيه شويه، عاودت كديت داكشي اللي خصو يتقاد وطيبت
يعني داكشي اللي خصني نصيب وصافي. هذا مكان بالنسبه للغدا، فانا تغديت بها نفس الحاجه اللي داو معاهم من الوليدات، غير زدت عليها انايا كيف ما قلت لكم ميطيشا بصيله. المهم هذاك الشيء اللي على بالي وبالكم وصافي. هذا الشيء مكان، وهنا غنقول لكم السلام عليكم، خليتكم في امان الله وحفظه. نتلاقاو ان شاء الله في فلوق جديد، اكيد اكيد غيكون فيه شي حاجه خاصه بالمدرسه. سلام.